السلام عليكم مشتركات الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح نديرو اكلة سهلة وسريعة بمكون واحد فقط، وهي بطاطا فلاكوكوت بالتوابل. راح تجي بزاف بنينة هاد الاكلة، واقتصادية وسريعة كذلك. الميزة اللي فيها هي هاد التوابل اللي راح نعطيهم لكم، هما اللي راح يمدوا لها هاديك البنة. اذا هنا كما راكم تلاحظوا جبت 3 حبات بطاطا، يكون الحجم تاعهم شويه كبير، وقطعتهم بهذيك القطعه المشرشفه اللي راكم تشوفوا فيها اكوتي، باش يعطينا شكل يسهل البطاطا، وكذلك يمدنا شكل يكون جميل ويسهل العائله باش تاكلوا. ولكن تقدروا ثاني ديروها نورمال، ماشي شرط ديروها بهاد القطاعه. اذا واش نحتاجو؟ راح نجيب لاكوكوط، ندير في لاكوكوط نتاعي القليل من الزيت، نحط فيه البطاطا. بعد ما حطيت البطاطا هنا راح نضيف تشكيلة من التوابل متكونة من، إذا نشوفوا هنا، متكونة من فلفل أسود، قزبر، جوزة الطيب، الهيل، قرنفل، كبابة، رند وقرفة. إذا هادو يتباعوا واجدين، ولكن إذا عندكم يعني تقدروا ديروا مزيج ما بين هذيك التوابل وتحطوهم حوالي ملعقة كبيرة. هنا عندي ملعقة صغيرة نتاع بصل مرحي، نصف ملعقة صغيرة نتاع ثوم مرحي، نصف ملعقة صغيرة نتاع كركم، نصف ملعقة صغيرة نتاع زعترة، والملح على حساب كمية البطاطا. نمرقو بكاس ماء ونزيدو كاس ماء آخر على حساب تاني الماء على حساب كمية البطاطا. إذا كانوا مثلا 2 كعبات فقط ديرو غير كاس تاع ماء. أنا لأنه درت 3 حبات كبار ف درت 2 كيسان تاع ماء. راح نخلطوهم هكا فقط، يعني بلا ما نخلطوهم بالملعقة، ونحطهم يتقلاو شويه فوق النار، ومن بعد نقفل لاكوكوط. كي تبدا الصفاره تاع الدور نقصوا الى النار الهادئه ونحسبوا 20 دقيقه. هنايا على حساب يعني البطاطا تاعكم، اذا بطاطا من النوع الجيد فربع ساعه ماكسيموم، اما اذا كانت البطاطا هذيك اللي ما طيبش وتبقى تغزغز فتخلوها حوالي هكيك 20 مينيت. اذا ها هي النتيجه اخواتي، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب نتاعكم. كما شفتوها وصفه سهله جدا، وصدقوني انه البنه تاعها كامل في هذيك التوابل اللي وضعناها، يعني ما تحتاجوا لا اللحم ولا الدجاج باش تطيبوها، واقتصاديه فوق ما تتصوروا. هذوك التوابل يمدوا لها واحد البنه ولا اروع. انا استغرقت لي في الطياب 15 دقيقه يعني ربع ساعه بالضبط. اذا ها هي، ومن بعد يعني كي تخلوها في لاكوكوط هذيك لاصوص راح يعني تجي خاطره وتجي عاقده، والبطاطا تطيب كما راكم تلاحظوا. يعني وجبه سريعه جدا، يعني سريعه واقتصاديه كما طلبتوا مني. ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم. اذا عجبتكم ديروا لي جيم في لا فيديو، واشتركوا في قناتي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وانتظروني في فيديو لاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.